يتمتع الموهوبين في مختلف أنحاء العالم بالقدرات العقلية الفائقة، والتي تجعلهم محط اهتمام للاستثمار الأمثل للدول في مختلف المجالات العلمية والتقنية والصناعية. لذا تعمل مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع على تمكين الموهبة والإبداع، كونها الرافد الأساس لازدهار البشرية، عن طريق إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع لتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل. بدأت موهبة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية عبر خططها الخمسية الثلاث، مبتدئة بالتأسيس، ثم مرحلة التوسع النوعي، وصولاً لمرحلة التمكين والتميز. بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، قامت موهبة بتطوير مقاييس علمية وفق أفضل الممارسات التربوية لضمان الانتقاء السليم للطلبة الواعدين بالموهبة، وبناء قاعدة وطنية للموهوبين تضم نحو 100,000 موهبة متفردة في وطننا. ولتحفيزهم وتطوير قدراتهم، عقدنا شراكة مع أكثر من 100 مدرسة في 11 مدينة داخل المملكة، وذلك لإنشاء فصول للموهوبين وتطوير مناهج دراسية متخصصة في مجال العلوم والرياضيات والتقنية والهندسة. وهي أحد التوجهات المستقبلية والعلمية في رعاية الموهوبين لصقل مواهبهم وتحديد ميولهم وتوجيههم للمسارات المهنية التي تتناسب مع مواهبهم وتحقق شغفهم وتطلعاتهم، حيث نفذ نحو 500 برنامج إثرائي محلي في أفضل الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث وكبرى الشركات الرائدة، شارك فيه 30,000 طالب وطالبة. كما شارك طلاب وطالبات موهبة في أكثر من 200 برنامج إثرائي دولي في أفضل الجامعات العالمية المرموقة في العالم، بالإضافة إلى البرامج الدولية التي تقام في المملكة بالتعاون مع جهات دولية متخصصة. تقدم موهبة التدريب والتطوير المستمر لتأهيل الموهوبين في الاشتراك بالمسابقات العلمية والأولمبيادات الدولية في مجال الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم والمعلوماتية. وعلى مدار 9 سنوات متتالية، استطاعت المملكة أن تكون في المركز الأول عربياً في أولمبياد الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وفي الثلث الأول عالمياً. تنظم موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وتقوم فكرته على تعزيز البحث العلمي بين طلبة التعليم العام بتقديم مشاريع علمية في أحد 22 مجال علمي. وقد بلغ عدد المسجلين في عام 2019 ما يقارب 85,000 طالب وطالبة. تمت التصفية ب6,000 مشروع بحثي، ترشح منهم ما يزيد عن 100 مشروع لينافس على مستوى الوطن، ويتأهل منها 26 مشروعاً للمشاركات الدولية. حصدت المملكة في معرض إنتل للعلوم والهندسة آيسف، والتي تعد أكبر مسابقة عالمية لمرحلة التعليم العام. من خلال تواجدنا في الساحة الدولية لمجال الموهبة والإبداع، قدمت موهبة في إنتل آيسف جوائز خاصة في مجالات بحثية حديثة للمساهمة في الاستدامة المستقبلية لتطور العلوم، وتقديم جوائز دولية للعمل على استقطاب الموهوبين في المجالات ذات الأولوية التنموية، وتقديراً للجهود المبذولة للطلبة الفائزين من المملكة في أبحاثهم العلمية. أطلق برنامج لاينر بالتعاون مع مختبر لينكولن في MIT ووكالة ناسا العالمية أسماء كويكبات على الطلبة. كما تقدم موهبة برنامج التميز، وهو برنامج تأهيلي متكامل يستهدف القبول في الجامعات المرموقة، ويعنى بجميع الجوانب للطالب، الأكاديمية، الشخصية، النفسية، لتخطي المعايير العالية للجامعات في القبول وما بعد. اعترافاً لجهود موهبة رائدة، فقد حصلت على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج في مجال التجارب والمشروعات للعام 2018، التي تمنح للمبادرات الأكثر أصالة ونفعاً لثقافة الدول وخططها التنموية. ونظراً لجودة برامج موهبة وتنوعها وعمقها، كانت الإشادة على ذلك من قبل مؤسسات عالمية مثل المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة ECHA، الرابطة الوطنية للأطفال الموهوبين NAGC،
بالولايات المتحدة الأمريكية. ولحرصها على رفع الوعي بمجال الموهبة والإبداع، تنظم موهبة العديد من الفعاليات، من ضمنها المهرجان السعودي للعلوم والإبداع، ملتقى ملهمون، ملتقى ومضات، وإثراء للمحتوى العربي أنشئت بوابة موهبة الإلكترونية كأول بوابة عربية تقدم المحتوى المتخصص في الموهبة والإبداع، وبلغ عدد زوارها أكثر من 45 مليون زائر وأكثر من مليون مستفيد. كما قامت موهبة بترجمة 36 كتاباً من أمهات الكتب في الموهبة والإبداع والابتكار. واستكمالاً لرحلة الطالب في البرامج المختلفة والتي تعد عنصر استقطاب للاستثمار في الموهوبين لما تتميز به من تطوير المهارات التي يتطلبها بيئات العمل بمختلف أشكالها، فقد تم التحاق ما يزيد عن 1000 من الطلبة الموهوبين في أعرق الجامعات العالمية في تخصصات نوعية علمية وهندسية وتقنية ذات الأولوية التنموية. قيمنا ثابتة: الشغف، التميز، الإبداع، التعاون، الثقة. موهبة مؤسسة وطنية بإطلالة عالمية، الموهوبون والمبدعون، الاستثمار الأمثل.